طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رفض الرحمن أحمد طفع الله، مجموعة الباحثين السودانيين. إحنا الآن في الجزيرة ومعايا الدفعة والزميل والصديق دكتور معاوية محمد علي، مدير المعهد القومي للسرطان بجامعة الجزيرة. فمعاوية عنده رسالة للباحثين السودانيين، هو عضو في المجموعة. تفضل دكتور. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والاه. سعيدين الليلة بزيارة أخونا دكتور أنور ومجموعة الباحثين السودانيين لجامعة الجزيرة المعهد القومي للسرطان. طبعا المعهد هو واحد من المؤسسات القليلة جدا بيقدم الخدمات العلاجية للمرضى بجانب إجراء البحوث والتدريب. والمعهد الفلسفة من إنشاؤه إنه هو يعني بجانب إنه يقدم الخدمات لمرضى السرطان، البحث عن المسببات لمرضى السرطان. مرضى السرطان طبعا بيختلف الانتشارية حقته، نوع المرض بيختلف باختلاف البيئة وباختلاف الجينات وباختلاف العوامل اللي تعرضوا لها السكان في المنطقة. عشان كده كان هدفنا في المعهد ان احنا نجري الدراسات على مرضى السرطان في السودان. وبجانب انه المعهد بيقدم برضه دراسات، عنده برامج دراسات عليا، ماجستير دكتوراه. برضه المعهد مفتوح للباحثين من اي جامعة في السودان، انه هو المعهد بابه مفتوحة بعد استيفاء المطلوبات، انه الشخص ممكن يجي ويجري البحث بتاعه في المعهد عندنا. لانه الهدف في النهاية هدف واحد، ونحاول نقدم خدمة ونلقى اجابات لبعض الاسئلة اللي احنا محتاجين نلقى لها اجابات. حقيقة مرة تانية المعهد مفتوح لكافة اعضاء مجموعة الباحثين السودانيين اللي عندهم اهتمام بالبحث في مجال السرطان، يجونا ويزورونا، وان شاء الله نقدر نقدم لهم يعني كل المعينات تساعدهم في اكمال البحوث حقهم والخروج بنتائج يعني تكون تسهل في رفع كاهل المعاناة عن مرض السرطان. شاكر لاخونا دكتور انور ولمجموعه الباحثين السودانيين بالزياره، ونتمنى انه يعني ربنا يوفقنا ويوفقهم في مجال البحث في السودان. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور، ربنا يوفق ان شاء الله. اخوان الباحثين السودانيين في مجالات السرطان داخل وخارج السودان، دي فرصه كويسه بتاع التعاون بحثي في مجال ابحاث السرطان مع دكتور معاوية والمعهد بتاعهم في جامعه الجزيره هنا ده. شكرا جزيلا دكتور، يعطيك العافيه. الله يسلمك.